وبالعودة إلى موضوع ارتفاع سعر البنزين في مدينة سبها، ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في قضايا الجنوب السيد موسى تيهوساي. مرحبا بك سيد موسى معنا. بداية، ما هي الأسباب التي زادت من هذه الظاهرة في الجنوب الليبي وزيادة أسعار الوقود في المنطقة في السوق الموازية، ومن هو المستفيد يعني؟ نعم، تحية طيبة لك والأستاذ المشاهدين. حقيقة أزمة البنزينة في الجنوب هي أزمة قديمة جدا ومتجددة وتختلف من فترة لأخرى. أعتقد أن العامل الوحيد والأهم في وصول البنزينة في سبها اليوم أكثر من 120 دينارا للعشرين لتر هو سبب انعدام أو عدم مجيء شاحنات الوقود لأكثر من شهرين للمنطقة. نعم، بالإضافة إلى عوامل أخرى، وهي أن المسؤولين في تلك المناطق، أقصد هنا ميليشيا حفتر، هي لا تريد أو لا يهمها بالأحرى إيصال الوقود للمنطقة بقدر ما تهمها بعض المصالح في تلك المنطقة، منها إبقاء بقائها في قاهرة من الهند وغيرها من المناطق الحيوية فقط. أما قضايا التي تهم المواطن فليس لديهم اي يعني لا يولونها اي نوع من اعتبار او اهتمام. تيوساي، انت تتهم ميليشيات حفتر بانها يعني مستفيده من الوضع وارتفاع سعر البنزين وانه غير متوفر بالسعر الذي يعني جعلته الدوله للمواطن. نعم، يعني في بشكل طبيعي ان ميليشيات حفتر هي المسؤوله عن كل ما يحصل في تلك المنطقة لأنها هي من تسيطر عليها منذ أكثر من سنتين، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على أحد غيرها في تلك المنطقة لأنها هي الوحيدة الموجودة في تلك المنطقة وهي التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليها اليوم، لأن تلك الميليشيات أصبحت تباع وأصبح جزء من عصابات تهريب الوقود وأيضا بيعه للمواطنين في الأسواق السودابي. هذه الأسعار الفترة الأخيرة هذه التي يعني قل فيها البنزينة والتي يعني تزامنت مع مراحل الحظر في المنطقة الغربية يعني أدت إلى انعدام وقلة البنزينة في تلك المنطقة، وأيضا محاولة هذه الميليشيات استغلال الوضع للرفع من الوقود التي تأتي من رأس المنقار في المنطقة الشرقية. طيب أستاذ موسى، يعني كيف يمكن للدولة الليبية أن تقضي على مثل هذه الظاهرة وخاصة أنها زادت واستفحلت بشكل غريب جدا يعني في المنطقة الجنوبية؟ أعتقد أن الأمر يحتاج إلى حل جذري، وهو لن يتأتى إلا بإبساط الدولة سيطرتها على المنطقة، تلك المنطقة الشاسعة، نتحدث عن منطقة مساحتها أكثر من 2000 كيلومتر وهي تعج بالمهربين الممتدين من الدول المجاورة. يعني الوقود التي تهرب الآن جزء منها يهرب إلى الدول المجاورة كالنيجر وتشاد، بالتالي نتحدث عن مشكلة عويصة جدا لا يمكن حلها بمجرد إرسال شاحنات الوقود إلى المنطقة. الأمر يحتاج إلى جدية ويحتاج إلى ناس وطنية تحت يعني تهمها مصلحة المواطن وليس تلك الميليشيات التي أصبحت جزء من المشكلة وأصبحت هي من تشرف على بيع الوقود في الأسواق السوداء، وهي من تشرف على خطوط المخدرات، وهي من تشرف على أيضا المخدرات العاكرة على الحدود والدول. فهذه الميليشيات للأسف الشديد لا يمكن أن تستقر الأمور في تلك المنطقة، ليس فقط من ناحية الوقود بل حتى من نواحي أخرى تتعلق بالخدمات الأساسية. أعتقد أن الأمر سيستمر إلا حتى تضع الدولة سيطرتها على تلك المنطقة وأيضا حل المشكلة بشكل جذري. أستاذ موسى، هنا يعني أريد أن أسألك، يعني هل هناك أسماء معينة أو جهات يعني محددة بالاسم مسؤولة عن مثل هذه المشاكل؟ وإذا كان لديكم أسماء يعني ما هو دور الجهات الرقابية والشرطية وخاصة المدعي العام لمحاسبة المتورطين في مثل هذه الانتهاكات فيما يتعلق بأهم الموارد التي يعني من الممكن أن تعرقل وتزيد من التضييق على المواطنين؟ نعم، للأسف الشديد في الجنوب كما يعلم الجميع ليس هناك غياب شبه كامل من الدولة، وليس هناك أي جهة يمكن اعتبارها بأنها جهة
مسؤولة بشكل رسمي أو شرعي وكذا، لكن فقط نتحدث عن الأسماء التي يعني وصفت أو توصف بأنها هي المسؤولة على الأقل في المنطقة الجنوبية، وهو بلقاسم الأبعج الذي كلفه حفتر قبل سنتين لإدارة المنطقة الجنوبية عسكريا، وأيضا فيما يتعلق بتوفير الوقود وتوفير الخدمات الأساسية وأيضا استباب الأمن في المنطقة. وهو الآن أصبح للأسف شديد أصبح تاجر مخدرات، ولا يهمه إلا الخروج عندما تقترب قوافل المخدرات إلى الحدود الليبية التشادية والجزائرية فقط، لا يهمه غير ذلك، لا يهمه الجانب الأمني ولا يهمه الأمور الإنسانية والخدمية في المنطقة، فقط أصبح جزء من المشكلة وأصبح جزء من تجار العصابات العابرة الحدود. أعتقد أن في سبها أو في الجنوب بشكل عام ليس هناك وازع سلطة، وهذا هو العامل الأكثر هو الوحيد الذي أدى إلى وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وأعتقد أن الأمور مرشحة لأن تكون أسوأ مما هي عليه الآن، ولأن ليس هناك حد يمكن اعتباره كما قلنا دولة أو اعتباره مسؤول بشكل عام حتى يضع يعني حد لهذه المهازل التي تحصل في المنطقة الجنوبية من ولعل أبسطها أو أقلها انعدام البنزين وأيضا الغاز في تلك المنطقة. طيب سيد أستاذ موسى، يعني هنا أريد أن أسألك، يعني ما دامت الجنوب يعني تسيطر عليها تلك الميليشيات التي عاثت في الأرض الفساد، يعني ما هو دور القيادات الاجتماعية مشائخ القبائل؟ يعني ألم تحل القصة ولو جزء منها يعني بالطريقة الاجتماعية؟ بالنسبة للأمور الاجتماعية وفي البداية عندما عادت هذه الميليشيات للمنطقة، يعني هناك العديد من المقترحات التي أرفقت إليها وكانت من جهات اجتماعية وأيضا جهات من مؤسسة المجتمع المدني، هناك عدة مقترحات تم عرفها إلى هذه الميليشيات الأقل يعني فيها نوع من المخرج لتلك الأزمات التي تعيشها المنطقة الجنوبية، لكن للأسف ليس هناك إرادة. نتحدث عن يعني ميليشيات لا تهمها كما قلنا مصالح المواطنين، ولا يهمها فقط إلا سيطرتها على بعض الأماكن الحيوية التي تمكنها من القول أنها تسيطر على المنطقة جغرافيا فقط، أكثر من هذا لا يهمها، لا يهمها ما يحصل في المنطقة، وكل الجهود سواء كانت من الأعيان أو من جهات أخرى أو حتى من على مستوى البلديات السلطات المحلية في تلك المنطقة عجزت لأنها لا تملك الأداة لتوفير الأمن مثلا أو لعدم منع أو لمنع تهريب الوقود. المجالس البلدية ليس هي سلطة خدمية فقط لا تستطيع استباب الأمن أو فرضه بقوة السلاح، لأن الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح بشكل كبير هي ميليشيا حفتر الموجودة في المنطقة والتي لا يهمها ما يحصل في المنطقة. ما يحتاجه الجنوب الآن، يحتاج الجنوب إلى يعني انتفاضة من أهله أو محاولة يعني على الأقل طرد هؤلاء أو يعني إجبارهم على توفير الوقود وعدم تهريبه إلى خارج المنطقة. أنا هناك العديد من المشاكل للأسف الشديد تعاني منها المنطقة الجنوبية وليس أقلها الوقود والغاز، وهناك الآن الأزمة التي أضيفت والتي كانت يعني كانت كما يقال القشة التي قسمت ظهر البعير. المنطقة الآن فيها وباء وفيها يعني تحتاج بشكل كبير إلى توفير الأساسيات الحيوية. طيب أستاذ موسى، يعني عفوا حتى لا نخرج من الموضوع، نحن نعلم أن الجنوب يعني يعاني من مشاكل كثيرة جدا، يعني نسأل الله أن يفرج عن أهلنا في الجنوب ونرجو أن يكونوا يعني بخير وسلام وخصوصا في هذه الجائحة كورونا، ولكن هنا يعني نحن نريد أن نفرد الحديث عن موضوع الـ 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 الوقود والغاز. يعني حسب المصادر الخاصة يعني التي ذكرت للتناصح أن أصحاب المحطات هم الذين يعني يقومون ببيع مستحقاتهم من الوقود إلى السوق السوداء، يعني ألا من خطوة لمعاقبة هؤلاء؟ من يعاقبهم يا سيدي؟ المشكلة لا يوجد أحد يمكن أن يكون جهة يعني رسمية تعاقب هؤلاء. طيب كيف يمكن الحد من 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 هذه الأفعال، يعني من هذا الجشع؟ الوقود التي تأتي للمنطقة كيف تأتي؟ تأتي من المنطقة الشرقية وهي بعضها وقود جاء به من الإمارات، يعني ليس من الوقود الليبي، يعني لونه أصفر، وأقصد
لونه ليس لون البنزين الليبي، لكن نعم. المشكله ليست هنا، المشكله ان من ياتي بالوقود وهم ليشيه حفتر يقومون بحرفته حتى يصل الى سبها، ويتم توزيعه على محطات معينه من محطات التوزيع وهي على يعني على اتفاق مسبق مع هذه الميليشيات لتقسيم البنزين، بعضه يتم بيعه في المحطه نفسها وبعضه يتم يعني بيعه خارج المحطه. شكرا شكرا لك، يعني عمليه مدبره. نعم شكرا استاذ موسى تيهوساي، باحث في قضايا الجنوب الليبي، كنت معنا عبر الهاتف، ونرجو السلامه والفرج لاهلنا في الجنوب.